الآن تم وصول الأسرى من سجن حماة المركزي، والذين وصلوا إلى بلدة قلعة المضيق هم حوالي 10 أسرى الذين اختاروا الوصول إلى المناطق المحررة، والقسم الباقي آثر البقاء في مدينة حماة ومن ثم أن يصلوا إلى أهاليهم. وهؤلاء 10 أسرى الآن سيتم نزولهم من سيارة الهلال الأحمر العربي السوري. طبعا لم يفضلوا أن يتم تصويرهم، والآن سينزلون من سيارة الهلال الأحمر ليتم أخذهم إلى منازلهم. بس هدي لحالك شوي يعني، بس لا ضيع يعني خطاط بس روح I'm going to go to the hospital.